الشرطة توقف تشيوباكا وهان سولو عند إشارة مرور حرب النجوم. فيديو شرطي يقوم بإيقاف شخص يرتدي زي الشخصية تشيوي بسبب القيادة تحت تأثير الكحول قبل أن يصل هان سولو ويقدم خدمات ترجمة ووكي. قال الرجلان للشرطي أنهما في طريقهما لمشاهدة فيلم ستار وورز حرب النجوم في السينما، وفجأة نشاهد كل شخصيات الفيلم في المكان. أكد فيدر للشرطي أن الفريق في طريقه لحضور الفيلم وانضم إليهم الشرطي، لكن لم يكن مكان يتسع سوى في صندوق السيارة، ومن ثم ذهبوا جميعا لمشاهدة الجزء الأخير من الفيلم. فجأة نرى جاوا يحاول سرقة سيارة الشرطة، بالطبع أراد هو الآخر أن يحظى ببعض المرحي فركب السيارة وقادها. لقد كان الفيديو مثيرا للضحك والمرح في نفس الوقت يا سادة، لقد سامح الشرطي الفريق على شرف فيلم حرب النجوم. فما رأيكم بهذا المرح يا سادة؟